في تسريبات حصرية جديدة، علم موقع زيرتوب بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تلقى ملفا ثقيلا يحمل العديد من الأدلة التي تظهر الأخطاء الكبيرة التي قام بها الحكم الغامبي بكاري غاساما خلال مباراة الجزائر والكاميرون. وقد أعلنت المنظمة العالمية ضد الفساد يوم أمس بأنه ثبت أن الحكم غاساما لم يرجع لتقنية الفيديو بالرغم من تلقيه إشارات من طرف حكام الفار للعودة. وأصبح الاتحاد الدولي أمام أكبر مأزق في تاريخ كرة القدم من أجل اتخاذ القرار الصحيح والحاسم، خاصة بعدما قدمت الجزائر أدلة تدين تحيز الحكم الغامبي غاساما. وكان وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق قد تكلم اليوم لمسائل الإعلام المحلية وأكد بأن الجزائر وعن طريق الفاف أرسلت كل الأدلة التي تدين غاساما، مؤكدا أيضا بأنه ينتظر إنصافا من الفيفا بعد الظلم الكبير الذي لحق بالجزائر. فهل ستنصف الفيفا الجزائر أم ستظلمها؟ وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق بأن الاتحاد الدولي فيفا سيقوم بمناقشة الشكوى التي تقدمت بها الفاف في 21 من شهر أفريل الحالي. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.